الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل. الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. I dream a world where no one hates a hold a grudge. طفاش طوي يمنا فوتي سي الدنيا اللو che riempie il tempo di colore. L'uppizio è uscito sto dai onze suisse nam. نحلم بالدنيا اللي عش فيها ناس في سلام، ناس كيفكروا في المستقبل يشوفوا القدام. الحلم بيلمع بعيونهم مو فرقة للونهم ولا دينهم، بس قابلين كل اختلافات ومعيشين مع بعض. اهلا بكم معنا مره تانية في التاسعه، وخلونا نرحب بضيوفنا الاعزاء الدكتور هيثم الشيخ عضو مجلس الامناء بتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين ونائب محافظ الدقهليه. منورنا، ازاي الصحه؟ اهلا بك يا فندم. كله تمام؟ سياده النائبه الزميله هدى عمار عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب، منورنا. انا يمكن حابب ان احنا بقى نتكلم في جوانب قد تكون مختلفة شويتين عن الجوانب اللي اتكلمنا فيها في حلقاتنا السابقة واحنا بنغطي منتدى شباب العالم. الجانب يمكن اللي كنا بنندردش فيه هي مسألة، احنا قلنا هنتفق على محورين، جزء منهم مسألة التمكين، سواء اذا كان تمكين شباب في الجهاز التنفيذي او تمكين شباب ومرأة جوه البرلمان والتشريع وما الى ذلك، وايضا فكرة الاهمية السياسية لمنتدى شباب العالم. ليديز فيرست. طبعا اتفضل يا هدى. خليني اقول لك انه يعني قبل بقى النائبة وقبل كعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، انا اول مره احضر مطار شباب العالم، وطبعا شرف ليا ان انا احضره ضمن وفد التنسيقيه المشارك في المنتدى. كنت بحس بفخر وانا بتابع النسخ اللي قبل كده وقد ايه شيء عظيم يعني، ولكن لما حضرت الحدث وشفت فكر ان هو مجمع كل من 196 دولة، اكتر كان مقدم اكتر من 500 الف شاب وشابة، وان مصر تكون في القيادة دي والريادة دي مش على مستوى الوطن العربي ولا افريقيا، لا ثابتة نفسها على مستوى العالم. صحيح. اكيد ده شيء كان يعني يدعو للفخر الحقيقي، مش المجرد الكلام اللي احنا بنقوله، يعني مش انه دولة تانية هي اللي عاملة كده وانه في ثلاثة من مصر اللي رايحين مشاركين في جزء، لا، انه مصر هي اللي عاملة كده. الشباب من كافة الجنسيات قاعدين مبهورين بالحدث. بنتكلم على اجواء كورونا والعالم كله بيتجه للغلق، ومصر في اتجاهها للتنمية بشكل واسع جدا، وبتقوم بتواجه تحديات كتير وبتثبت في كل الأوقات نجاحها. تحدي كبير زي أن يتم منتدى شباب للعالم في جائحة كورونا على المستوى العالي جدا ده، مش بشهادتنا إحنا، بشهادة منظمة الصحة العالمية واليونسكو والشباب اللي موجودين كلهم من كل أطراف العالم، إن هم مطمنين. فكرة أن أنت فعلا في أرض أمن وأمان، الروبوتات اللي موجودة على مستوى عالي جدا، المرايات اللي موجودة، انبهار غريب فعلا، المرايات اللي موجودة اللي بتقيس الحرارة، السانيتايزر اللي في كل مكان، التنسيق اللي على مستوى مشرف وأداء عالي جدا، استخدام تقنية الهيلوجرام، يعني شيء ما ينفعش يعني مش هتعرف تطلع فيه غلطة، هي لا تخطئه عين زي ما بيتقال. دكتور هيثم، يمكن حتى واحنا بنتكلم فقلت لي حاجه عجبتني جدا، كنا بنتكلم على فكره المنتدى اللي بيجمع كل الافكار، شباب من كل حته، يمين شمال شمال جنوب شرق غرب كل حاجه، وقلت لي وبرده دي فكره التنسيقيه. من ضمن الحاجات اللي بتعجبني جدا في التنسيقيه بالمناسبه هي الشعار السياسه بمفهوم جديد. المنتدى، او خليني اقول لك ايه، انعكاسات، مش انعكاسات المنتدى على التنسيقيه ولا انعكاسات التنسيقيه على المنتدى، العلاقه الرابطه اللي انت ذكرتها دي، التعدديه. اه شوف استاذ يوسف، منتدى شباب العالم خلاص قدر يرسخ نفسه كاحد اهم المحافل الدوليه للتجمعات الشبابيه على مستوى العالم.
أنا شاركت في نسخ منتدى شباب العالم الأربعة المختلفة، كل نسخة بشعر بتطور أكبر من النسخة اللي قبلها، وده بكون يعني ده بلاحظه نتيجة لحرص عدد كبير من الشباب والمنظمات الدولية على مستوى العالم إن هم يشاركوا فيه. أوجه الشبه ما بين منتدى شباب العالم وبين تنسيقية شباب الأحزاب والصين هو التعددية. التنسيقية هي منصة حوارية فيها مجموعة من الشباب زي ما سيادتك عارف من اليمين واليسار والوسط، ظهرت في وقت كنا بنعاني فيه من حالة انسداد في الأفق السياسي. لو تتذكر من بعد عام 2011 في فترة الاحتقان كان صعب تجيب مجموعة من الشباب بمختلف توجهاتهم وتقدر تقعدهم مع بعض على ترابيزة واحدة ويناقشوا القضايا الوطنية. قدرت التنسيقية ان هي تحل هذه المعادلة، وبقى عندنا القدرة ان احنا نجلس مع بعض بمختلف توجهاتنا ونختلف على اي شيء الا القضايا الوطنية. بالتدريج التجربة ابتدت تتطور وتنجح، الشباب اللي كان بيختلف ابتدى يعرف يتحاور ويتناقش ويخرج بآراء واحدة، وعندنا مساحة من الحرية والاختلاف مقبولة الا في بعض الامور اللي بتمس استقرار الوطن. التجارب اللي احنا مرينا بيها عكست هذا التجانس، سواء كانت صالونات سياسية او دورات تدريبية مختلفة، كل ده ادى الى خلق نخب شبابية سياسية جديدة قادرة ان هي تضخ في شرايين الدولة المصرية، وده تترجم من خلال تمكين عدد كبير من الشباب عبر الجهاز التنفيذي للدولة، سواء نواب محافظين او معاونين لقيادات تنفيذية كبيرة او صحيح. الزملاء مثل سيادة النائبة في مجلسي النواب او الشيوخ. ده برضو موجود في منتدى شباب العالم، احنا بنشوف مجموعة من الشباب من مختلف الاحزاب والتوجهات السياسية في مصر والعالم من دول مختلفة، وقد تكون دول مختلفة في الفكر والايديولوجيات، وقد يكون بينهم نوع من انواع التناحر. احنا بندي مساحه لشباب من دول صعب قيادتها ان هم يتحاوروا مع بعض، ان هم يقعدوا مع بعض ويقعدوا جنب بعض ويشاركوا مع بعض على ترابيزه واحده في ورشه عمل ويخرجوا مع بعض بنفس التوصيات ويتفقوا عليها. هو ده الهدف اللي فشلت كثير من السياسات على مستوى القاده في ان هي توصلها على مستوى العالم. قدرت الدولة المصرية ان هي تحققها على مستوى قاعدة شبابية عالمية داخل هذا المنتدى. حلو جدا. هنا هرجع للنائبة هدى، مسألة الاختلافات وادارتها، يعني في النهاية بتمارسي العمل السياسي القح او المحض زي ما بيتقال تحت قبة البرلمان، مراقبة الحكومة والتنسيقية طبعا الحقيقة يعني ملأوا القبة يعني اسئلة وشدة وحرارة وحماوة، وده المطلوب بالمناسبة. يعني في النهاية خلص هو البرلمان في الدنيا موجود علشان ايه؟ بس كمان مسألة ادارة الاختلافات ايا كانت مع اختلاف الرأي او اختلاف الايديولوجيا زي ما كنا بنقول في المنتدى، احنا بنشوف ناس جاية من امريكا وفي ناس جاية من شمال اوروبا، ودول في بعض الدول ملهاش فينا قوي يعني، وبيبقى في ناس من افريقيا وناس من امريكا اللاتينية وهكذا. فالمنتدى ما كانش جاذب بس للدول التي تشعر بالظلم، لا ده في كمان الدول صاحبة القوة والقدرة مع اختلافاتهم الفكرية واحيانا السياسية معانا، فكان في شبان موجودين. شفتوا ده ازاي او شفتي ده ازاي هنا بقى كمان كنائبة؟ خليني اقولك على حاجة، طبيعة مصر اصلا ودي من ضمن عظمتها عن دول عربية كتير وعن دول عالم كتير، ان هي زي ما بيتقال كده بالعامية مثلا ان هي ملهاش كتالوج، يعني فيها فئات مختلفة على كل المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاجتماعية. فنفس التنوع اللي موجود في الفئات العامة نفس ما هو التنوع اللي موجود في الفئات السياسية. الميزة اللي اتدربنا عليها بقى من التنسيقية فكر انه زي ما بنتكلم انه تنوع ايديولوجيات مختلفة اتجاهات مختلفة، ولكن ازاي قدرنا نجمع التجميع دي؟ الهدف الاساسي ايه؟ الدولة المصرية. حلو. فإذا المؤيد والمعارض وباختلاف التوجهات هو في الآخر احنا مجتمعين تحت مصلحة الدولة المصرية.
إذن اللي بيؤيد بيؤيد لمصلحة الدولة المصرية، واللي بيعارض بعض النقاط هو برضو شايفها من وجهة نظر المصلحة المصرية. عظيم. الجانب التشريعي مع زملائنا في الجانب التنفيذي لما بنقعد على مائدة واحدة، ما هو ممكن مثلا معالي نائب المحافظ يتكلم في نقطة هو شايفها تنفيذية وأنا هعرضها كنائبة عن الشعب، هقول له لا. بس أقول لك يعني تخيلي إنه الدكتور هيثم موجود ومضطرة بقى تسأليه وعندك اختلاف في سياساته التنفيذية وأنتوا الاتنين جوه التنسيقية، هتتقابلوا هتتقابلوا. صحيح يعني حصل. بدأت تحصل صح. حصل. صحيح. ياما رحنا المجلس في أدوات رقابية مختلفة. كنواب إحنا ست نواب محافظين أعضاء مجلس أمنا موجودين في التنسيقية ورحنا المجلس في كثير من الأحيان. وبالمناسبة أنا عايز أقول حاجة، إن مش بالضرورة إن استخدام النائب عضو مجلس النواب لأداة رقابية يعني بيكون دايما هدفه إن هو يثبت إن الحكومة مثلا عندها خطأ. لا. إحنا الاتنين أنا عايز الصالح. بالظبط. إحنا الاتنين هدفنا الصالح العام، إما إن في تقصير من الجهة التنفيذية فأنت بتديها ألارم، أو انت مش شايف الصوره زي ما التنفيذي شايفها فهو بينقل لك الصوره بيقول لك لا انا عندي تحديات 1 2 3 4. فانا شايف ان الدور التشريعي هو مكمل بالظبط للدور التنفيذي اذا كان في نوع من انواع التجانس، طالما الهدف هو المصلحه الوطنيه وخدمه المواطن. صحيح. فالتجميعه اللي التنسيقيه جمعتها بصعوبه اتجمعت ليه؟ لانه في الاخر الهدف هو الهدف الاسمى الدوله المصريه. خلينا نقيسه على منتدى شباب العالم. حلو. ازاي جمعنا كل الدول اللي على وفاق واللي مش على وفاق زي ما انت ذكرت، وبالفكر المختلف والثقافات المختلفة، لانك جمعتهم تحت ايه؟ تحت السلام، تحت التنمية، تحت الابداع. عرفت تخلق ارض مشتركة فكرية للكل ومعنوية لا يختلف عنها اي انسان ايا كان توجهاته، ديانته، ثقافته، سياسته، ايديولوجيته، دولته. وبشكل مبدع جدا وبشكل خلاق جدا. ويعني خلينا نقول انه زي ما حصل انه احد المذيعات لما كان احد الشباب بيتحدث في الجلسه او الورشه الخاصه بالتغير المناخي وكانت بتقطعه، والسيد الرئيس وجه انه يكمل، احنا جايين نسمع الشباب. فمفيش حاجه تتقال يعني كده. حتى الرئيس في كلمته الافتتاحيه وضح على مساله احنا جايين ندير اختلافاتنا، مش جايين نصنع خلافات. صح. وجايين نبتعد عن كل اشكال التمييز. انا عايز اشكركم جدا جدا على وجودكم معانا واللقاء في البرد القارس في الهواء الطلق. سياده النائبه هدى عمار نورتينا، دكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهليه نورتنا، اشكركم جدا. ونتقابل بقى في القاهره لما عندنا جلسات الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده باذن الله. ان شاء الله. اشكركم جدا، نورتونا وشرفتونا. كنا معاكم في التاسعه، انتظرونا دائما. سلامات. واعلن انطلاق النسخه الرابعه من منتدى شباب العالم على الخير. اتبعنا. بسم الله نبدا من أجل المستقبل ده. تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب، وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم.